النخوة الحونة يا أهل النخوة. لك مشان الله شو بكون اسكتوا؟ ما رح نسكت. شقة ثيابي وببليك ها؟ دخيلك لا تعمليها، شو بدكم أنا جاهز؟ قديش معك مصاري؟ معي غلة اليوم ومبارح. طالعون يلا على السريع طالعون ولا؟ هات مسكي اختي، شو معك غيره؟ والله العظيم ما معي غيره. خرب بيتك شو جربان. نقلع نقلع من خلقتي. لك نقلع برا. يا لطيف لك شو اللي صار؟ استغفر الله العظيم. بعدك هون ولا؟ وليه يا ناس يا عالم بوس ايدك يا اخي القانون رح تحرق البيت كله هبه. يا لطيف خير اختي. طيب طب بعدين خليني. طيب يلا تفضل تفضل. يلا يلا يلا. وين القانون يا اختي؟ محسوبتك القانوني. شو؟ انت هلا علقت يعني دخول الحمام مو مثل طلوعه. ما فهمت. شو معك مصاري يا شاطر؟ ما 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 معي. طلع شو في معك مصاري احسن ما اصرخ بالولي ولم عليك الجيران وافضحك. والله ما معي مصاري. كذاب. يا بنت الحلال والله ما عم بكذب. طلع شو في معك مصاري احسن ما تطلع من هون بفضيحه. لك لا بوس ايدك يا اختي، شو تفضحيني؟ لك انا عايش كل عمري مستور واهلي مستورين. لك ان طالع كل شيء معك مصاري مشان تضل انت واهلك مستورين. ولك ما معي غير هالكبه ليك بجيبتي. شو في عندك املاك باسمك؟ حصه ببيت اهلي. فوتي يا روحي جيبي الورقه والبصامه من جوا تقبريني. من عيوني. شق ثيابي وافضحها قدام خلق الله. صوم على السريع. لك بصوم. من لما باني حصته يا سيدي واخذ حقه صار يتهرب مني، صرت كل ما اساله ما يرد علي. طولي بالك شوي، طولي بالك. انت بايع حصتك بالبيت للحرمه؟ بلا بايعني حصته. وشو حال حجه يا سيدي؟ هاي بصمته. العمى ليش هيك عملت؟ اخيك بالله اسمع انت وياه. الحرمه بدها حقها، يعني يا بتعطيها حصتها. حصتها من شو سيدي؟ يا عمه بترجعوا لها المصاري اللي اخذتوها منها. وانا بدي ضعف المبلغ. شو؟ قديش هني؟ 20 ذهبي. يا لطيف. وغير هيك ما عندي. اذا ما قبلت يعني رح احبسك. يا سيدي طولوا بالكم علينا، اعطونا بس مهله 3 ايام لندبر المبلغ. ماشي معكم 3 ايام، وبعد 3 ايام رح شوف شغلي. ماشي سيدي. انا عارفان انه انت ما رح تصدقني، بس الله وكيلك هذا اللي صار معي. لكن صدقك مصدقك، لانه اللي صار معك نفس الشيء صار معي من شهرين بالحاره التحتانيه. عن جد عم تحكي يا اخي؟ اي نعم، شلحتني كل شيء كان معي. العمى؟ طب شو العمل هلا؟ قوم لقلك جيب لي ورقتين فاضيين وبصامه وتعال عندي. قوم. فوتي ليه؟ اختي! الله يرحمها! اقسم بالله اذا بسمع صوتكم لاشخدكم على البلوعه. ولا عرف ايش حط لي هالطاوله لقلك. هاي البصامه وهي الاوراق. بصمي انت وياه وليه؟ وعلى شو بدنا نقسم؟ على نعوتك ونعوتها. على شو؟ على البيت اللي اخذتوه من اخي، وعلى هذا البيت بدكم تبصموا. ايه على جثتي. ما فشرتي وليه؟
خذها شخطها قدام اختها، خذها. لا لا لا، فوز رجلك، فوز رجلك لاختي. سامي لا شوفوا ليه؟ حاضر. سامي انت وياها. حاضر. انت يا جارة. انا بورجيكم صنيع الله، وانت بصمي وليه؟ بصمي لا شوف. بصمي يا اختي بصمي. جيبون هات البصامة وينتها فيون. شوفوا ليه؟ اذا بسمع صوتك انت وياه او بتحكوا شو صار لاشخطكم فعلا على البلوعة. حاضر حاضر. بتضربي منك لالا طلع قدام طلع. راح البيت، راح البيت يا تدر، راح البيت. الله يلعن ابوكم يا كلاب. يعني صحيح انا ما كنت راضيه ننزل على بيت حرمه ونعمل اللي عملناه معه مع اختها، بس مبسوط انه ما خليتها تحبسني. هلا المهم نحن ردينا الاذى عنا وهي الله لا يردها. مزبوط. انا بفتح اخي. خير شو بده الكركول؟ خير شو في؟ اخي ما بعرف، اسال رئيس الكركون بده ايانا. وليش مخطوف لونك بدك تغسل الرعبه؟ واذا بده ايانا يعني؟ ما بعرف. انا رح اتصرف. يا سيدي هذا الحكي مو مزبوط بنوب؟ يعني انتو ما نزلتوا لعندها على البيت وسرقتوها وحاولتوا تعتدوا علي وعلى اختها؟ لا سيدي، نحن منخاف على اعراض العالم قبل ما نخاف على اعراضنا، وهي طلعت بهالفرمان مشان ما تعطينا حقنا. كذاب سيدي كذاب. حقكم بشو؟ سيدي امبارح دفعنا لها حق حصتها وحصة البيت اشتريناها منها شندي بشهود اختها واثنين بصموا. يا سيدي هدول جماعة كذابين ونصابين نزلوا علي على البيت انا واختي. ايه سيدي نحن مالنا كذابين، قال يلي بده يكذب ببعد شهوده. تفضل هي الحجاج موجودة. سيدي انا بجيب لك اختي كشاهدة. يا اختي هدول الحجج مزبوطين. بعدين بدي اسالك شغله، انت عندك شهود غير اختك؟ ما عندي. ما بيمشي الحال، ما راح اقدر احبسهم. انا بدي اشتكي عليها سيدي. الله لا يوفقك. انا اليوم قايل لها تفضي البيت ولهلا ما فضته، شو نعمل؟ ماشي اختي، معك لبكره العصر لازم تفضي البيت. سيدي وين بدي اروح بحالي؟ هي مشكلتك. لا يوفقكم بجاه النبي. سيدي نحن بنحسن الروح. تفضل يلا الله معكم. ما قدام شرفك يا شرف. الله يوفقكم، الله يصفي فيكم. مظلومة يا سيدي انا مظلومة مشان الله ساعدني. هذا الحق يا اختي. والله معك. شو جابك هلا؟ لسه ما صارت الدنيا عصر حتى تستلم البيت. الله لا يوفق اللي كان السبب تركتنا لبيتنا يا حق. إيه أنا مالي جاي استلم البيت منك. بعرف أنت جاي تشمت فيني. فشرتي، نحن ما منفكر مثل حكايتك. لكن ليش جاي؟ مشي. شو هدول؟ هذا حق البيت. نحن جماعة ما بناكل حرام، جبنا دلال وتمن البيت وهي حقه. بتحملي حالك أنت وأختك وبتفضوا البيت وبتطلعوا من الحارة كلها، ولا عاد تشتغلوا هديك الشغلة خاطرك.